سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ هل سبق لك أن ساعدت بعض الحيوانات المتشردة؟ ربما قدمت غذاء لبعض الكلاب أو حتى أنقذت قطة صغيرة من الشارع. بإمكانك اعتبار نفسك بطلا كأبطال قصة اليوم. لكي تفعل خيرا ليس من الضروري أن تكون ذلك الرجل الخارق المغطى بالألوان. كل ما تحتاجه هو أن تكون شخصاً طيباً يقدم المساعدة لأضعف المخلوقات، وهذا ما تدور حوله قصة اليوم. استرخي واستمتع بما سأقوله. وقعت هذه الحادثة في كاناري وولف، وهي منطقة تجارية في شرق لندن. في صباح أحد أيام شهر مايو، سمع مجموعة من عمال البناء الذين يعملون في بناء مركز للتسوق صوتاً غريباً آت من المنطقة التي قاموا بحفرها في اليوم السابق. في البداية خلط العمال الصراخ الحزين بصوت السيارات التي تمر بجوارهم، لكنه كان واضحاً أن الصوت يعود لحيوان، إلا أن مصدره كان صعب التحديد. يبدو أن البكاء الصامت يسمع في كل مكان. بعد أن قام العمال بالبحث بشكل جيد داخل البئر، وجدوا في النهاية كرة صغيرة من الفرو عالقة في الإسمنت. كان الحيوان المسكين بالكاد يتحرك ويبكي بحزن شديد وبدون قوة تقريباً. لم يكن من المحتمل سماع معاناة الحيوان المجهول. أدرك العمال أن الحيوان الصغير قد علق في الخرسانة بعد أن سقط في البئر ليلاً، وذلك أثناء غياب الجميع من منطقة البناء. ولم يعرف كم من الوقت ظل الحيوان محاصراً في الإسمنت، فقد كان يعاني من إصابات بالغة لأن عمق البئر كان كبيراً جداً. بعد ذلك قرر عمال البناء إنقاذ الجرو في أقرب وقت ممكن قبل أن يفوت الأوان. بعد نزول العمال إلى البئر، حاولوا بأقصى قدر ممكن من الرعاية إنقاذ الحيوان الضعيف من هذا المأزق. لم يكن الأمر سهلاً لأن الجرو كان مختلطاً بالطين الذي غطى كل فروه. عندما أخرج عمال البناء المخلوق الضعيف، رأوا أن الحيوان كان منهكاً جداً لدرجة أنه كان من الصعب عليه الحركة، وكان يتنهد فقط. يبدو أنه جاء بالخطأ إلى موقع البناء وحاول لعدة ساعات مغادرة البئر. كان الجرو مغطاً بطبقة من الأتربة والغبار، وبدا وكأنه كتلة صلبة وقذرة وبائسة ترتعد. فقرر العمال أخذ الحيوان بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية المناسبة. فأخذوه إلى مركز بيطري في سان سيزر، وبعد استقبال الأطباء البيطريين للجرو البائس، بدأوا بتنظيف فروه من الأوساخ والخرسانة التي سببت الكثير من المعاناة لهذا الصغير، بل ومنعته حتى من التنفس. ولكن المفاجأة التي اكتشفها الأطباء هي أن ما كان تحت طبقة غبار البناء لم يكن جرواً كما ظن عمال البناء، إنما هو حيوان آخر. الحيوان الذي أنقذوه من داخل البئر كان ثعلباً صغيراً عمره 4 أشهر بجلد أحمر وأرجل صغيرة جميلة. بعد فحص الثعلب، توصل الأطباء إلى استنتاج مفاده أن العمال كانوا حقاً أبطالاً لأنهم أنقذوا حياة الحيوان. فليس من المعروف كم من الوقت ظل محاصراً داخل البئر، إذ عند وصوله للطبيب البيطري كان الثعلب يعاني من انخفاض في حرارة الجسم، كما كان خائفاً بشكل رهيب، إضافة إلى أن الإسمنت الثقيل الذي كان ملتصقاً بفروه جعله خائر القوى. لقد استغرق الحيوان الصغير وقتاً طويلاً للخروج من الفخ الذي سقط فيه، وبعد تكرار محاولة الخروج مراراً، يفشل ويسقط محاصراً في ذلك المكان الخطير. في الواقع إنها لمعجزة أن يسمع العمال صراخه، لأن الثعلب لم يكن بمقدوره الخروج من تلقاء نفسه. ماذا لو بقي محاصراً في منطقة البناء خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو جائع ومجمد؟ سيكون من الصعب تخيل ما كان سيحدث له، وكيف كانت ستنتهي قصتنا؟ لحسن حظ الثعلب، وإلى جانب حب المتطوعين والاهتمام والرعاية التي تلقاها في العيادة البيطرية، حصل على اسم جديد. أطلق على الحيوان الصغير اسم موتسي. هذه الحالة غير عادية، لأنه لم يتم العثور على الحيوان في البادية التي تعتبر مكاناً طبيعياً للعثور على الثعالب والأرانب والحيوانات الجميلة الأخرى، وإنما تم العثور عليه في الحي التجاري للمدينة، حيث المكاتب وناطحات السحب، وحيث يتم تشييد مباني جديدة طوال الوقت، وتسمع الضوضاء التي تحدثها السيارات، وترى الناس يركضون لوظائفهم. في الأساس إنه ليس المكان الأكثر ملائمة للحيوانات البرية، وخاصة الصغيرة منها. حتى الآن لا يزال لغزاً كيفية وصول هذا الحيوان إلى هذا المكان وسط مراكز التسوق والمتاجر. ربما كان الثعلب فضولياً وأراد استكشاف المكان. على أي حال، فإن المعجزة الحقيقية هي رصد عمال البناء لصوت الحيوان الصغير داخل البئر. لحسن الحظ انتهت هذه القصة بشكل جيد،
بل وأكثر من ذلك، فالثعلب كان محظوظا لأنه وجد من قبل أشخاص لطيفين جدا. بعد أن تحسنت صحة الحيوان بفضل نظام غذائي جيد، تم نقله بعيدا عن المدينة وأطلق سراحه في الغابة للعيش مع إخوانه وأخواته الجميلات. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.